يسعد صباحكم مشاهدينا الكرام. صرنا بنسمع كثير عن مشاكل الفيلر الدائم وايضا المؤقت، وبنشوف صور السوشيال ميديا والمواقع خاصه الفيلر اللي انحقن من 10 سنين واكثر، لانه فجاه في اشخاص تعرضوا لانفكشنز او تحول مكان الفيلر او تكتل ايضا في اماكن معينه. اليوم معنا حاله سماح اللي بتعاني من تحول الفيلر من مكانه في الفويش، هو راح نشوف كليب بسيط معك دكتور فراس حمدان وراح نرجع نتكلم بتفصيل. انا تعب من اعمل مشكله، انا كنت حاطه فيلرز وفات بنفس الوقت بوشي منطقه الخدود لونج تايم اجو، وحسيت انه في عندي مشكله، عم بحس كانه في اماكن مختلفه كانه مختلفه، وكمان عم بحس كانه في هيك قاسيه شوي. عم شوفوا كل شيء طريق على الوجه اللي هو الخارج، هذا جلدك مع الدهون، اوكي؟ فيك تشوفي حالك، انما تحته في اساور من هسه هون، يعني في شيء تحت غمي، وكمان نفس الشيء بهالمنطقه هاي، من هسه وحتى وقت تلبسها لفوق شوفها كيف عم تتحرك، هذا الشيء القاسي هو تحت الدهون هي المواد الدائمه، هلا بفرجيكي على مرأي وبنقارنا مع الصوره على الوجه. وهذا بصير في غسل، بصير في من منطقه بخوض مي وبيطلع المواد المفتته من المكان الثاني، من هالمكان ليطلعنا كل هالمنطقه، من هالمكان ليطلعنا كل هالمنطقه، من هالمكان ليطلعنا كل هالمنطقه، ومن هالمكان يكون عندنا كل هالمنطقه، شو بيكون في عندنا تشعبات ونعمل تانلز لتطلع كل المواد لبرا. يسعد صباحك دكتور فراس حمدان، سعيده جدا بتواجدك معنا، ويسعد صباحك سماح. ويمكن اول سؤال بيخطر ببالي، شو الشيء اللي ازعجك خلاكي تلجئي لدكتور فراس حمدان؟ اول شيء انا كنت عامله حقن لدهون وفيلرز من زمان، بس أوكي. الدهون كانت قبل وبعدين عملت حقن للفيلرز. الفيلرز بس هو الاساس العادي اللي بيروح بعد فتره، ما كنت عارفاني انه هو الدائم او انحط لي الدائم بدون ما يخبروني. طبعا انا كيف حسيت انه انا عندي مشكله، هو مثل ما ذكرتي بالبدايه انه هو تغير مكانه، انا ما صار عندي انفكشن. وين حقنتيه اول مره؟ بالوجنتين هون بالخدود من اعلى بعدين نزل لتحت شوي مع الوقت. هون انا حسيت انه في مشكله، انا ما عانيت من اي التهاب او اي مشكله، بس انا حسيت انه في شيء ما هو طبيعي ولجأت للدكتور. طيب انا عملت بحث وسالت وكذا، عرفت انه دكتور فراس رفض انه يتقبل او يشوف الحاله من غير ما يكون في MRI. شخصنا شو اللي بين معك بعد MRI؟ بالحالات هاي اوقات بنحس في تليف، بنحس في شيء قساوي، ممكن يكون شيء عادي، وخاصه انه حاطه دهون قبل بعدين حاطه فيلر ومش عارفين شو. MRI بيشخص لي تماما وين الدهون، وين الدهون الأصلية، وين الدهون المحقونة، وين الفيلر الدائم والجديد، صح. وإذا في تكتلات ولا لا. لذلك بيجوا لعندي بيقولوا لي طب دكتور يلا بدنا نعمل عملية أو شيء، بقول لهم MRI أول شيء، مثل هلا قلت لهم جي بي إس، يعني ما بقى نروح بمكان من دون ما نعرف وين بدنا نروح، لأنه أحسن ما نفوت ونضيع بالوجه، بعدين هذا وش يعني مش طيب إنه أي شيء. دكتور ليش ما فكرت بالتصحيح ربما عبر الفيلر؟ شو الشيء اللي خلاك إنه لا يلزمنا عملية جراحية؟ وقت نسأل أول شيء أنا ما بدأ أي وجه بدون ما أفحصه، أوكي؟ سو أنا وعم بحكي مع المريضة قدام المراية بلش إحساس، إذا في شيء قاسي بسأل حاطة فيلر؟ لا دكتور ما حاطة شيء. بقول هذا مش طبيعي، مسكي خدي وشوف الفرق. بقول أوكي. بعدين بتقول والله يمكن مرة بالزمان حطيت. وقت تكون في هالقساوي بنوقف أي تدخل بالوجه، أوكي؟ لأنه ممكن يكون الفيلر موجود ودائم بس ما عنده اي مشكله، صح، ما بنلعب فيه ولا بنخليه نهيجه او نرجع نفوت ميكروبه من برا للداخل، لذلك بنتركه. نحن بنقول الفيلر الدائم مش مشكله الا اذا عمل مشكله بتصير مشكله دائمه. صحيح. طب انا السؤال اللي بيطرح نفسه، يعني انت عملتيه صار لك سنين، بتعرفي شو نوع الفيلر اللي حقنتيه؟ لانه يمكن هذا يمكن من بين الاسئله اللي بيطرحها الدكتور. انا بعرف ما حقدر اذكر الاسم هلا، أوكي. لانه قالوا لي انه هذا الكويس ومبلغ كبير دفعت وعملته هون باماره دبي، يعني
بس للأسف تغير مكانه بعد فترة، وأنا الحمد لله أنه كان عندي هذا الوعي، لأن أنا ما رضيت أعمل أي شيء بوشي. وقفت من 6 سنين بالخدود كرمال أنا بدي أدور على حل. يعني ما صار مثل ما ذكر الدكتور أنه أنا رحت لا حدا يزبط لي أو يعمل لي أو خطوط أو شيء، لأنه عرفت أنه في مشكلة كنت عم دور على حل. وفي عملية يوم السبت ونحن هتكون نتيجة معنا على الهواء إن شاء الله. أكيد. دكتور، يمكن الكل بيتساءل شو المراحل اللي حيمر منها الوجه للتصحيح؟ المراحل نحن منفسر أنه أولاً ما منتوقع أنه نشيل كل شيء. أي مادة لازقة بالجلد، بالعصب، بالشرايين أو بأي شيء حيوي للوجه ما بنشيله، بنشيل بس نحن التكتلات اللي عم تتحرك مع يعني أوقات بتعمل تليف حول المادة، بعدين مع حركة الوجه بيصير في مثل خزق صغير بالتليف، بيطلع مادة بتعمل تليف تاني، مشان هيك بيصير في تكتلات. شو نحن نشيل بس المواد اللي عم تتحرك، المواد اللاصقة بتضل موجودة، بنعطي الوجه يرتاح تقريبا بين 6 أسابيع وثلاث شهور. ممكن أعرف دكتور أماكن اللي رح يتم فتحها على الهواء، اللي حيتم فتحها وإجراء الإزالة من خلالها؟ أوكي، لإحنا مثلاً نفسر كم نقطة، كم جراحة، شو أماكن؟ كنا نفتح عند الأذن ونعمل مثل عملية شد الوجه، بس بهالعمليات منوقف تقريباً لهون، لأن هون الأعصاب من عند العين داخل، تقول الأعصاب كتير سطحية. غيرنا الطريقة، هلأ بنعمل فتحات، فتحة على عند الفم، فتحة الظل تبع الأنف، فتحة 2. بالشعر 3. فتحة عند الأذن 4. يعني لذلك نحن عم نعمل مثل شبكة تانلز منفتت المواد الدائمة تحت الجلد، وبعدين ما منشفطها مشان ما يصير في ترهلات بالجلد أو تعرجات بالجلد، منشطفها لبرا. بقى من هالمدخل منعطي السائل اللي فيه الإنزيمز وفيه كل القصص اللي بتفتت الدهون والمواد الدائمة لتطلع من هالمكان، من هون تعطينا بتطلع من هالمكان، نرجع منيجي من هالمكان ننظف من هون. يعني عملية بتاخذ تقريبا كم؟ كل خد بياخذنا تقريبا نص ساعة. نص ساعة من بعد التحضير. طب سماح، شو مطلبك؟ أكيد كل واحد فينا بيكون متخوف لأنه عنده مادة متعود على شكل معين، بيعرف أنه إزالة هذه المادة حيكون في ربما ترهل أو هبوط في المنطقة. شو طلبتي من الدكتور تجميليا؟ هلأ حكيت مع الدكتور مثل ما ذكر، هو حيكون في مرحلتين. أول مرحلة نحن حننظف الأساس، هاي أنا كتير حبيتها من الدكتور وفهمني إياها بطريقة كتير بروفيشنال، وهذا الدكتور الشاطر اللي بتختاري. ما حيكون في تغيير من أول مرة، حننظف أول شيء الأساس، بعدين على أساسه بنبني إنه شو حيكون التحسين. يعني إذا صار في ترهل حيكون في فيس ليفتنج، شد للوش، أو حيكون في حقن لدهون من جسمي لنصحح المشاكل اللي يمكن تصير ويمكن ما تصير مثل ما ذكرت. طيب مبدئيا بعد الجراحة أو في أول يوم بعد الجراحة، شو المتوقع إنه الواحد رح يشوفه حتى يتقبل وما يصير في شوك؟ صح، أنا بقول لهم the love hate relationship. أول أسبوعين حيكرهوني لأنه وجههم ورمان كتير، ممكن في زراء، بس بعد هالفترة بيخف الورم، بيصير في تليف، نعمل لهم مساجات ليرتاح الوجه، وبعدين حسب ما النتيجة نحن بدنا نشتغل. طب دكتور، بالنسبة للأشخاص بالإجمال يعني اللي بيكون عندهم مشاكل من خلال الفيلر، نعم، متى يمكن التصحيح فقط من خلال الفيلر؟ يعني دون الوصول للجراحة؟ إذا عم نشتغل بفيلر بمكان تاني، يعني مثلا حدا عنده بوجهه مواد دائمة وما بده يشيله وما عنده مشكلة فيهم، بدنا نعمل فيلر فوق، فينا نشتغل، بس بنفس المكان ما بنصح. طيب في نفس الوقت شو الأشياء اللي لازم شخص ممكن يتبعها أو يتجنبها قبل الجراحة؟ أولا ما يكون في أي التهاب، حتى ما يشتغلوا بسنانهم، لأنه الأوقات الشغل بسنان ممكن يعطينا مثل التهاب بسيط ما يبين علينا. جميل. ما يقعدوا بالشمس، ما يتعرضوا بالشمس، ما يكونوا بدهم مدة ولا بس أسابيع مثلا؟ أسابيع، وأكيد ما يكون عندهم إيفنت يطلعوا على التي في بروجرام معك أو عندهم عرس أو شيء لفترة 3 شهور بعد العملية. أنا آخر شيء حابة أعرف إمتى حترجعوا تطلعوا معنا لنشوف النتيجة؟ يعني نحن هي حسب التعافي تبعها، وإن شاء الله ما يكون في ونطلع معك، نحن مستعدين أول ما هي تكون جاهزة. جاهزة يعني شهر، شهرين؟ 6 أسابيع لشهرين أو 3. بس أنا بدي وعد عشان بعدين أشوف النتيجة إن شاء الله. فعليا يعطيك ألف عافية دكتور فراس حمدان. شكرا سماح، وإن شاء الله بالشفاء العاجل بإذن الله. الحمد لله على سلامتك. السلام بإذن الله. إذن مشاهدينا نرجع لنكمل باقي الفقرات معك هاني. We'll be right back.
دكتور عندي غصه بقلبي ما قدرت تشيلها؟ ما تنشال معك؟ بدي افحصك اول على المرايه بعدين نشوف شو بدنا نعمل لك. يمكن يجي معه بوتوكس. ما تتذوب؟ ممكن ها؟ او ازاله مره واحده. لا لا تذويب اول شيء بنحاول. تذويب. شكرا لك دكتور نورتنا. الله يخليكم. وان شاء الله نشوفك في لقاءات قادمه خلال الايام القادمه.